في ذكرى ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار اللي احتفل بيها موقع جوجل الشهير النهاردة وغير شعاره علشان كده، تعالوا احكي لكم عن جزء من حياة ماما نونا اللي اتولدت سنة 1934 وتوفت سنة 2017 وعصرت 10 حكام بداية من الملك فاروق حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهيفضل مشهد وفاة ماما نونا اللي عملته كريمة مختار بإتقان شديد من أبرز اللحظات المؤثرة في الدراما المصرية على المستوى الإنساني، ولو اتفرجنا عليكم للحظة مش هنمل منه رغم مرور فترة كبيرة على عرض المسلسل. وقالت كريمة مختار عن المشهد ده إنها كانت عاوزة توصل رسالة للأبناء إن لا يمكن فقدان الأب والأم في أي لحظة. رحم الله الفنانة القديرة كريمة مختار.